كابتن حسام غالي طبعا قدوة وقيمة وقامة للنادي الأهلي ولعبت النادي الأهلي أنا في توجده طبعا. حسام غالي يعني مش هتكلم عليه كتير ولعيب محترم لعيب الناس كلها بتحبه. الناس فاكرة اللي هو أجريسيف أوي في الملعب لكن لا كله عشان صلاح الفرقة وكله عشان صلاح النادي. بتمنى له طبعا التوفيق في حياته اللي جاية وإن شاء الله ربنا يكرمه. كابتن حسام غالي لازم نقف جنبه وفي التكريم بتاعه أكيد تكريم يليق بيه. بتمنى له طبعا زي ما قلت لك التوفيق. حسام غالي من اللعيبة اللي أنا من أحسن اللعيبة اللي جت في تاريخ مصر بصراحة في نص الملعب وأنا كان ليا الشرف إن أنا لعبته جنبه طبعا.